السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام غدا الأحد هو الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس 2017 وهذا هو موعد الذكرى الثانية لعملية عاصفة الحزم التي دشنت بها المملكة العربية السعودية ومن ورائها تحالف العربي دشنت عمليات التحالف العربي ضد عصابة الانقلاب على الشرعية اليمنية والذراع الإيراني في اليمن حدث ذلك في العام 2015 العمليات التي ما زالت مستمره حتى هذه اللحظه ترى ما الذي يمكن ان نقوله في مثل هذه المناسبه الموضوعات كثيره والشجون ايضا كثيره والالم كثير ايضا لكن لا بد من ان نقول شيئا ونحلل ونستخلص الدروس من مثل هذه الحوادث فهذا هو المتاح امامنا حتى الان نحن الاعلاميين على الاقل والمتاح امامنا الان هو الحديث عن امرين في شان عمليات التحالف العربي في اليمن. الاول اعاده القول في اسبابها ومقدماتها والاخر الحديث عن نتائجها واثارها المنظوره حتى الان. هذا هو المتاح لكن بما ان الحديث عن النتائج قبل اكتمال العمل يشبه عبور الجسر قبل الوصول اليه فإننا سنؤجل الحديث عن نتائج هذه العمليات الى حين تنتهي، نعني عمليات التحالف العربي وعاصفه الحزم. ومن ثم لم يبقى امامنا سوى ان نتحدث عن اسباب هذه الحرب وحيثياتها، واعاده الحديث في هذا الموضوع له جدوى كبيره لانه كل يوم نحن بحاجه الى تذكير ولأن ذاكرة البعض مخرومة ويحتاج إلى تذكير مستمر ولأن عصابة إيران الإنقلابية تحاول باستمرار تضليل الوعي اليمني بالحديث عن أسباب زائفة لهذه الحرب لكي يتنصلوا من مسؤوليتهم عنها دائما ما يروجون بأنها حرب عدوانية من قبل المملكة العربية السعودية على اليمن عامة ويتجاهلون في أحيان كثيرة جدا حضور الوطن الـ الـ المجتمع العربي والدول العربيه في 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 هذه المعركه لا يريدونها ان ان تبدو هذه المعركه وكانها معركه العرب في مواجهه الفرس ولا ان تبدو وكانها معركه الشرع الشرعيه في مواجهه الانقلاب هم دائما يحاولون تزوير الوعي وعي انصارهم حول اسباب هذه المعركه ونحن من ثم من واجبنا ان نبين الحقيقه وان نتحدث عن ما عن الواقع لا عن الاماني. اول حقيقه ينبغي ان ندركها في هذه الحرب التي تجري منذ اكثر من عامين هي انها لم تكن في بدايتها خيارا من خيارات الشرعيه ولا خيار للتحالف العربي بقياده السعوديه. هذه الحرب كانت خيار ضروري لكل من علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي. هم الذين أرادوها هم الذين أرادوها عن سبك إصرار وترصد هم الذين كانوا بحاجتها أحوج الناس إلى هذه الحرب هم الانقلابيون وسنثبت هذا بمنطق العقل وشواهد الواقع قدر الإمكان بالنسبة للشرعية فإن أي عاقل يعرف بأن الحرب في اليمن لم تكن من مصلحتها أبداً ومن ثم لم تكن ضمن اجندتها الحرب لم تكن ضمن اجنده الشرعيه ليس فقط لانها في الظاهر يعني صاحبه السلطه والسلطه تحرص على الاستقرار وانما وهو الاهم لانها شرعيه لم تكن تملك مقومات اعلان الحرب لم تكن تملك جيشا وطنيا بيدها ولم تكن تملك مؤسسات نظاميه متماسكه ولم تكن تملك موارد كافيه للانفاق على حرب ولا غير الحرب ولم يكن لديها ايضا اي تعاطف اقليمي او دولي لشن حرب على اي فصيل محلي متمرد. الشرعيه كانت في حاله ضعف ولسنا في حاجه للمزيد من البراهين على ان الشرعيه لم تكن تفكر في اي عمل عسكري محلي. فالواقع ان الواقع الذي يعرفه كل اليمنيين خير دليل على ذلك، عبد ربه لم يكن يستطع ان يتحكم في يعني لواء واحد من الويه الجيش. كانوا يتمردون عليه. اما بالنسبه للمملكه السعوديه فانها ايضا لم تكن هذه الحرب من خياراتها. كل العارفين بالشؤون السياسيه يدركون ان الحرب لم تكن خيار للسعوديه. اولا لان الدول.. كل الدول عامة لا تخوض الحروب الا مضطرة. فليس من مصلحتها ان تغرق نفسها بتبعات الحرب ومشاكلها. ما مصلحة السعودية في ان تدخل حرب من هذا النوع؟ وثانيا لان السعودية كانت من البداية تقوم بدور الوسيط بين الفرقاء اليمنيين. من ايام المبادرة الخليجية وهي تقوم بدور الوسيط. وهو الدور الذي استجابت فيه المملكة السعودية استجابت فيه لرجاء المخلوع نفسه المخلوع صالح هو الذي طالب السعودية وترجاها لكي تقوم بدور الوساطة بينه وبين الثوار والسعودية استجابت لهذه لهذا النداء ولهذا الرجاء وقامت بدور الوسيط نحن لا ندافع الآن عن ما تقوم به السعودية في من أعمال أحيانا تكون غير منضبطة في الأعمال العسكرية وإنما نقول أنه السعودية لم يكن من مصلحتها أن تقوم هذه الحرب في اليمن وثالثا لأن النظام السعودي في عهد الملك عبد الله كان قد قدم إسناد لوجستي كبير لكل من المخلوع صالح والحوثيين هذه حقيقة تاريخ سيذكرها الملك عبد الله أو النظام السعودي السابق قدم مساعدات كبيرة لصالح أنقذ صالح من, من من السقوط المدوي في 2011 وزودوا الحوثيين ب... بالسلاح وبامور لوجستيه كثيره بهدف اجهاض الثوره واجهاض فصيل معين داخل الثوره اعاقه الربيع اليمني ضمن مشروع النظام السعودي في اسناد الثوره المضاده للربيع العربي انذاك انذاك ولعل الايام تكشف طبيعه ذلك الاسناد وحجمه فيما بعد رابعا من الاسباب التي تدعونا للقلب ان السعوديه لم يكن من مصلحتها قيام هذه الحرب انه لا يوجد مبرر منطقي يجعل السعوديه تحشد تحالف عربي كبير مثل هذا ثم تحشد تحالفا اسلاميا موازيا اخر لمجرد مواجهه فئران الانقلاب في صنعاء يعني مش معقول كل هذه الهلمه كل هذه التحالفات الكبيرة التي صنعتها السعودية من أجل تكاتل الإنقلابيين اللي في صنعاء اللي ما يحتاجوا أكثر من جيش منضبط بسيط يعني العملية كانت في مواجهة خطر أكبر من مجرد فئران الإنقلاب العملية كانت لمواجهة إيران وتمدد إيران الأمر أكبر من ذلك دون شك إنه إيران التي أعلنت بلسان بعض مسؤوليها وضباطها بين وقت وآخر أن اليمن هي ساحة حرب لها مع السعودية وقد عرضنا كلام بعضهم كلام بعضهم في حلقات سابقه من هذا البرنامج عرضنا كلام قاسمي في حلقه ماضيه وهو يتحدث عن ان المعركه في صنعاء هي معركه ايران المعركه في باب المندب هي معركه ايران اذا السعوديه لم تكن تحشد هذا التحالف وتخوض حربا في اليمن من اجل فئران الانقلاب وانما من اجل مواجهه مشروع اكبر هو مشروع ايران في المنطقه اذا خيار الحرب في بدايته على الاقل لم يكن خيار الشرعيه ولا خيار المملكه السعوديه وانما كان خيار طرفي الانقلاب الانقلاب الايراني في صنعاء المخلوع الحوثي الطرفان سعيا الى اشعال حرب اهليه في اليمن بكل وسيله لاسباب ستتضح سنذكرها سنذكر لماذا كانوا حريصين على نشوب حرب وعلى وجود فتنه داخل البلد. لكن طبعا في بداياتها كانوا يعني يخططون لحرب محصوره داخل الحدود اليمنيه. لكن تقديراتهم طبعا بالنسبه لموقف الجيران من هذه الحرب كانت تقديرات خاطئه. ولهذا انقلب السحر على الساحر. كانوا يتوقعون ان السعوديه لن تتدخل لايقاف زحفهم. للسيطره على اليمن وتسليمها لايران. كانت تقديراتهم تقول ان السعوديه في حاله ترهل وضعف وان الوضع قد خرج من يدها في المنطقه العربيه خصوصا بعد ان اصبحت العراق وسوريا وبعض الانظمه العربيه الصامته اصبحت جزءا من حلف ايران في السر وفي العلن، هناك دول في العلن متحالفه مع ايران وهناك دول في السر. هذه تقديراتهم كانت واهم من ذلك في تقديراتهم ان امريكا نفسها قد اعطتهم الضوء الاخضر للتحرك ضمن صفقه صفقه بين الحوثيين وامريكا او ضمن بين بين ايران ومشروع ايران وامريكا صفقه مقاومه الارهاب مقاومه التكفيرين والارهابيين هذه هذا الموقف الامريكي من السعوديه كان عباره عن ضوء اخضر للحوثيين آه للتحرك داخل اليمن وأنه أنتم آه تحركوا أنتم آمنين أضربوا التكفيريين الإرهابيين وأنتم مطمئنين لولا أن موت الملك عبد الله قد فتح عليهم فيما بعد أبواب نقول أبواب الملك سلمان لأنها هي نفسها أبواب الجحيم بالنسبة لهم يبقى أن نعرف لماذا كانت الحرب ضرورة بالنسبة للمخلوع وبالنسبة للحوثي لماذا أشعلوا فتيلها قبل أن يمتد الحريق إلى ثياب فيما بعد بالنسبة للمخلوق الحرب لم تكن مجرد وسيلة انتقامية من الشعب الشعب الذي ثار عليه وأجهض مشروع مش، مشروع التوريف المشروع اللي قاعد يشتغل عليه 33 سنة سهران الليالي على شان مشروع التوريف وبعدين يجي شعب ينقلب عليه ويطيح بهذا المشروع هذا شعب يحتاج تعذيب لكن لم تكن دواعي على عبد الله الصالح في هذه الحرب فقط لم يخض على عبد الله الصالح الحرب ولم يدفع إليها لمجرد تعذيب الشعب فقط لا الحرب بالنسبة لصالح كانت أيضا الوسيلة الوحيدة أمامه لحماية نفسه من استقرار اليمن استقرار اليمن كان هو أكثر ما يخيف علي عبد الله الصالح لماذا؟ استقرار اليمن كان يعني لعلي عبد الله الصالح الامور الاتيه كان يعني اولا تحسن الوضع اقتصاديا نتيجه لتقليل الهدر في موارد البلاد التي كان المخلوع يستولي عليها موارد البلاد كان مستولي عليها وينفقها لشراء الذمم وللتسليح غير الضروري و في موارد كثيرة جدا يعني سيذكرها التاريخ فيما بعد وكانت ستحدث حركة تنمية لابد لأن رأس المال اليمني الموجود في الخارج عندما يشعر بالأمان وبالاطمئنان داخل بلده سيأتي للاستثمار في بلده ومن ثم كان ستحدث حالة تنمية ويشعر المواطن المواطن اليمني سيشعر بالفارق الكبير بين العهدين عهد المخلوع وعهد الثورة هذا كان يخيف علي عبد الله صالح المواطن لو بدأ يقارن كان سيكتشف انه علي عبد الله يعني ضيع حياته علي عبد الله الصالح اجهده انهك قواه وكانت المقارنه في غير صالحه ثانيا بالنسبه للاستقرار اللي كان يخاف منه علي عبد الله صالح الاستقرار كان يعني تمكين الدوله وانهاء نفوذ المخلوق على القوات المسلحه والامن وهو ما يعني أن المخلوق سيصبح مكشوف مكشوف لا يخافه أحد لو حصل هذا سيندفع كثير من الناس لفتح ملفات خطيرة كان علي عبد الله صالح يخشى ظهورها ملفات علي عبد الله صالح يخشى ظهورها للعلن لو لو اطمأنوا الناس بيكشفوا هذه الملفات وهي ملفات عديدة بعضها يتعلق بالاغتيالات سواء الاغتيالات التي نفذها بيده أو التي نفذها بتوجيهات منه لشخصيات يمنية عديدة كان أبرزها الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي وهناك ملفات أخرى تتعلق بمافيا بيع السلاح وتهريب المخدرات وغسيل الأموال وغير ذلك مما لا يستحب ذكره هذه الأمور لو تحققت الاستقرار لو تحقق وظهرت هذه الأمور ستنهي ليس فقط نفوذ المخلوق في السلطه بل ستعرضه هو شخصيا للخطر وستنهي حتى مستقبل اولاده السياسي وربما مستقبلهم المالي ايضا اذا فقد كان كانت الحرب بالنسبه للمخلوق ضروره كان لابد ان يدفع المجتمع اليها لان لما يندفع المجتمع وينشغل بالحروب وفي الفتن الاجتماعيه سينشغل عنه هذا من ناحيه وسيؤمن نفسه، سيجد لنفسه امان عاده الفئران الفئران تجد الامان في الاماكن الخاربه، في الخرائب هذه عاده الفئران المخلوع انحنى لريح الثوره في العام 2011 ووقع على المبادره الخليجيه مضطرا بينما هو في حقيقة الأمر يضمر الشر للثورة والدولة والشعب وعقد العزم حينها على أن يعيد ترتيب أوراق خارج السلطة بحيث يقوض الفترة الانتقالية ويفشل أداء الحكومة الضعيفة الحكومة التي لم تكن تمتلك سلطة حقيقية على الجيش والأمن وأي سلطة لا تمتلك نفوذ على الجيش والأمن هي سلطة ضعيفة في نهاية المطاف ماذا تستطيع أن تعمل؟ استغل علي عبد الله صالح هذا الامر لانه الجيش كان ما زال في يده والامن ما زال في يده والامن بكل اقسامه يعني وطوال الفتره الانتقاليه وهو يدير اعمال خارجه على القانون قطع خطوط التيار الكهربائي تفجير خطوط النفط والغاز تحريك خلايا متطرفه لقتل الجنود في المحافظات الجنوبيه وغيرها اغتيال ضباط واغتيال طيارين من الذين لم يكن يثق في ولائهم وفي الوقت نفسه كان يعطي الأوامر للوحدات العسكرية التي كان له عليها نفوذ كان له نفوذ على هذه الوحدات كان يعطيها أوامر بأصيان أوامر الرئيس هادي كان صالح وهو يفعل ذلك يترجم وعوده التي قالها وهو يوقع المبادرة الخليجية حين قال يعني إحنا ما زلنا نتذكر أنه قال بخبث آه عن وريهم كيف تكون المعارضة معه لقطة من هذا القبيل في في مقابله تلفزيونيه ولما احس ان الفتره الانتقاليه تسير ببطء لكنها تسير الى الامام رغم كل ما فعل لما شعر فعلا ان البلد بتتقدم شويه شويه باتجاه الفتره الانتقاليه وباتجاه التحرر والتخلص من ارثه قرر التحالف مع اعداء الجمهوريه انفسهم للانتقام من اليمن واليمنيين وجمهوريتهم وفتح أمام الحوثيين الطريق إلى صنعاء بعد أن سلحهم ورفدهم بالضباط والجنود والخبرات والمعلومات اليوم المخلوع يعلن صراحة تحالفه مع الإماميين بعد أن كان ينكر في بداية الأمر وبعد أن خرجت تسريبات تلفونية مكالمات هاتفية تثبت تورطه في الانقلاب من اللحظة الأولى واليوم اليوم لو سالت انصار المخلوع الذين لا يعقلون لو سالتهم لماذا انقلبتم على التسويه السياسيه في مؤتمر الحوار الوطني؟ سيقولون لك لان هذه التسويه ارادت تمزيق البلد ارادت تمزيق اليمن الى فدراليات ونحن لن نمسح لن نسمح بتمزيق اليمن وبالامس بطبيعه الحال كان المخلوع بيتكلم عن انه احنا ضد الفدراليه بيقدم نفسه باعتبار حامي للوحده الوطنيه أنصار هؤلاء يعني من هذا النوع الذي يبلع أي كلام وهي نوعية من الناس ليست جادة فيما تقول هي تبحث فقط عن أعذار أخلاقية لتغطية ممارسات غير أخلاقية ولو كان هذا الصنف من الناس يفكر لو كان لديه عقل لتساءل إذا كان علي عبد الله صالح حريص على وحدة اليمن لماذا لم يصلب السلطة بهدوء أثناء الثورة وقبل أن تأتي المبادرة الخليجية احنا نعرف ان الفدرالية جاءت ثمرة للحوار الوطني الفدرالية اللي مش عاجباهم هي ثمرة من ثمار الحوار الوطني والحوار الوطني جاء نتيجة لتعنت صالح ورفض تسليم السلطة بهدوء يعني لو سلم السلطة ما كان هناك يعني حوار وطني وما كان هناك حديث عن الفدرالية ثم ما لها الفدرالية ما الذي لم يعجبهم فيها ألم يقل علي عبد الله صالح نفسه أنه كان موافقا على وحدة فدرالية مع الجنوب ووحدة كونفدرالية ألم يقل أنه هو الذي كان يدعو إلى الفيدرالية في الجنوب لولا أن الأخوة في الحزب الاشتراكي أصروا على الوحدة الاندماجية هو يقول ذلك بلسانه لماذا كانت الفيدرالية بالأمس قمة الوطنية عند علي عبد الله صالح وأصبحت اليوم قمة الخيانة تعالوا نستمع إلى المخلوع وهو يتحدث عن الفيدرالية التي يحبها ثم نعود للتعليق مجموعة الاشتراكيين جاءونا إلى, الوح... إلى الوحدة إلى الوحدة الفورية إلى الوحدة الفورية ونحن كان عندنا عدة خيارات الوحدة الكونفدرالية الفدرالية الاندماجية جاءوا قالوا لا بد أن تكون وحدة فورية ولبينا هذا الطلب وعملنا الوحدة الفورية آه الفدرالية جيدة عند علي صالح إذا كان هو الرئيس أما إذا كان خارج السلطة فهي خيانة هذا هو اللي الظاهر من كلامه وفي نفس المقابلة كان يتنبأ بأن اليمن سيتفكك إذا سلم السلطة. كان يقول أن اليمن عبارة عن قنبلة موقوتة، وهو طبعا يقصد أنه جهزها طوال 33 سنة لتكون قنبلة موقوتة، هو هكذا صمم اليمن وصمم النظام ليكون قنبلة موقوتة بحيث لو لو نزعوه من السلطة كأنهم نزعوا الصاعق ويحدث الانفجار. وهذا دليل على وطنيته وعلى محبة للبلد. وكان يقصد بالطبع انه سيعمل على التفكيك المقابله التي كانت قبل توقيعها على المبادره آه على المبادره الخليجيه طبعا قال فيها كلام كثير هذه المقابله كانت قبل قبل التوقيع على المبادره الخليجيه مما يعني انه كان بامكانه ان لا يوقع المبادره التي جاءت بمؤتمر الحوار الوطني والفدراليه ما دام ما بيحبش الديمقراطيه الفدراليه وما دام خايف من تفتيت اليمن كان بامكانه ان لا يوقع ويسلم السلطه طواعيه بهدوء وهو يعلم يقينا ان الفدراليه ستكون ثمره من ثمار الحوار هو عارف ان الفدراليه لو ذهبنا الى الحوار سيكون هناك فدراليه ومع ذلك وقع على المبادره الخليجيه لماذا لماذا لم يسلم السلطه بدون مبادره خليجيه اذا كان حريص فعلا على على اليمن السؤال طبعا موجه لفئه لفئه من الناس تعرف نفسها يعني تعرف نفسها جيدا من انصار المخلوق، اما معظم اليمنيين فقد اصبحوا يعرفون اساليب هذا الرجل واكاذيبه تماما. تعالوا نستمع اليه وهو يهدد بتقسيم اليمن. اذا كان اذا كنا شطرين اذا كنا شطرين في الماضي قبل 22 مايو فنطلع اربع اشطار. ولن يقدروا الا يجلسوا يزوعوا في العاصمه صنعاء. أو في ثنتين ثلاث محافظات لن يعني. لن يحصلوا على حضرموت لن تكون معهم حضرموت لن يكون معهم يعني جنوب وحوثيين لن يكون معهم الجنوب لن يكون معهم شمال الشمال هؤلاء يعني فاقدين صوابهم شمال الشمال لن يكون معهم ولن يكون ضمن دولة الدولة, الدولة اليمنيه الموحدة حضرموت لن تكون مع الدولة الموحدة جنوب الوطن لن يكون مع الدولة الموحدة سيبقى المثلث واحد والمثلث حيكون مفكك وطبعا كان بيقول للمذيعة انه انا مخطط لهذا كله ومرتب حالي يعني لن يكون الجنوب معهم لن يكون حضرموت معهم انا مسوي في كل مكان مشكلة فانا مطمئن انه لن يكون معهم مشاهدي الكرام سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد في المحور السابق ذكرنا الحيثيات التي دفعت علي صالح لإدخال اليمن في الفوضى والحرب في هذا المحور سنتحدث عن دوافع شركائه الإماميين في إشعال هذه الفتنة في إشعال هذه الحرب الحوثيون أيضا كانوا محتاجين لهذه الحرب كانوا محتاجينها لأكثر من سبب منها سبب خفي وطريف لا يعلمه كثير من الناس عامة الناس لا يعرفون هو ان الحوثي عبد الملك لم يكن يستطيع ان يحشد لمشروعه الامامي باسم المذهب الزيدي الهادوي الا اذا قدم نفسه اماما. امام بالمفهوم السياسي ولكي يقدم نفسه امام امام اتباعه لكي تنعقد امامته عند اتباعه كان لابد من توفر بعض الشروط الصوريه من هذه الشروط ان يخرج شاهرا سيفه على امام زمانه الظالم كما يقولون في المذهب لابد ما يخرج شاهر سلاحه يخرج يحارب رئيس الجمهوريه او امام الزمان الموجود يعني يعلن الحرب على رئيس الدوله الحالي باختصار تعالوا نستمع الى هذا الشريط او الى هذا الشرط بالاصح على لسان ياسر الحبيب هذا واحد شيعي كويتي موجود ربما في لندن ومعه كلام كثير عن الشيعه ودخل في صراع مع الشيعه انفسهم يعني هو شيعي بس شيعي متعصب يعني يعني ملكي اكثر من الملك نستمع الى ياسر الحبيب وهو يتحدث عن الزيديه شوفوا كيف يصفها <applause> الزيديه مذهب الحركات المسلحه والبلطجه معروف عبر التاريخ الزيدية هذا جماعة يرون أن الخروج بالسيف مع كل رجل من أهل البيت ممن ينتسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فإذا خرج بالسيف انعقدت إمامته ولا بد من الخروج معه وأدخلهم هذا في دوامة كبرى إلى يوم إذا لكي يصبح عبد الملك الحوثي إمام على اليمنيين لابد ما يدخلهم في دوامة كما قال ياسر الحبيب لابد لابد أن يخرج شاهرا سيفه سلاحه ولابد أن يفتح معركة أي معركة يعني لا حتى لو اخترعها اختراع وإلا فإن أتباعه سيشكون في إمامته وقد يترددون في طاعته فإذا كان هناك رئيس جمهورية للدولة يخرج على رئيس الجمهورية وإن لم يكن هناك دولة ولا رئيس في مواجهته سيخترع عدو اخر يشهر امامها السلاح يسميه مثلا داعش او التكفيريين المهم انه لابد من عدو نقاتله علشان تنعقد لنا الإمامة ولكي نثبت لكم ان هذا الباعث وهذه المشكلة كانت حاضرة عند عبد الملك وعند اسرته تعالوا نستمع الى هذا المقطع من محاضره لعبد المجيد الحوثي يحرض فيها انصار المذهب ويستحثهم على الجهاد معه مع عبد الملك ومع الجماعه الاماميه وكان بيناقش في هذه المحاضره بعض الشبهات المطروحه اللي ممكن تعيق تعيق الناس او تعيق الانصار انصار المذهب من الالتحاق بميليشياته ومنها شبهة ان الامام الحقيقي لابد ان يخرج بالسلاح على الدوله القائمه. تعالوا نستمع اليه كيف يطرح هذه الشبهه وكيف يناقشها. البعض يقول اننا وان كنا مقتنعين بهذه القياده ولكنها لم تقاتل في سبيل الله ولا يجب علينا ان ننصرها او ان نطيعها الا عندما نراها قد قتلت عددا من الناس قد بدات في الحرب طيب اذا لم يكن واجب على الناس ان يطيعوا القياده الا عندما تقاتل، بمن تقاتل؟ كل واحد من الناس لا يجب عليه طاعتها الا حينما تقاتل، كيف تستطيع ان تقاتل؟ كيف يمكن ان تقاتل وانت ليس لديك احد؟ كما قال ياسر الحبيب في المقطع السابق بسبب هذا الراي في المذهب الهادوي يعني بسبب هذا الشرط شرط الخروج بالسيف تحول المذهب الى حركة بلطجة وقطع طريق وتاريخهم في اليمن طبعا يشهد على ذلك حقيقة بسبب شروط الامامه في هذا المذهب كان يظهر احيانا اكثر من امام في المكان الواحد وفي الزمان الواحد فكل امام يحشد انصار ويتجه لمواجهه الامام الاخر مواجهه حرب يعني وكان ضحايا هذه الحروب العبثيه هم طبعا القبائل السذج المساكين التاريخ اليمني يروي قصص كثيرة في هذا الباب ومن أطرف ما ما ورد في كتب التاريخ ما ذكره كتاب حوليات يمانية الذي طبعه مركز الدراسات والبحوث في صنعاء هذا الكتاب ينسب لمؤرخ حرازي أرخ لبعض أحداث القرن الثامن عشر إذا لم تخن الذاكرة الثامن عشر الميلادي الكتاب كله عبارة عن سلسلة حروب يعني من أول صفحة لآخر صفحة وهي سلسلة حروب بين الآئمة حروب الآئمة كان المفروض يكتبوا هكذا حولية ثمانية كان المفروض يكتبوا حروب الآئمة لكن من العبارات الطريفة ذات الدلالة التي وردت في الكتاب قوله قول المؤرخ نفس ما معناه فجاء سيدي فلان بجيشه الجرار والتقى بسيدي فلان صاحب الجيش الجرار وندعى مقتله عظيمه الى صلاه العصر تقريبا هكذا قال بهذا اللفظ ندعى مقتله عظيمه ثم ذهب سيدي فلان وسيدي فلان يعني اللي بيتحاربوا ذهبا الى للصلاه في الجامع الكبير واصلح الله ما بينهما واهلك الله القبائل هذا هو المنظور منظور الائمه في الحرب ويبدو ان الله ما زال غاضب على القبائل حتى هذه اللحظه للاسف الشديد ما زالوا يعني يسوقون انفسهم الى حروب الائمه بدون وعي. العجيب ان الحوثيين يسوقون لهذا المذهب بوصفه اعظم نعمه هبطت على اليمنيين في تاريخهم كله. هكذا هكذا يقول عبد المجيد الحوثي لانصاره يقول ان جده الرسي يحيى بن الحسين هو اعظم نعمه من الله بها على اليمنيين. وان شعوب العالم الاسلامي للاسف لم تحظى بهذه النعمه يعني هذا 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 نعمه يعني كيف لو عاد دالنا الله نقب كيف سنستمع اليه لكن قبل الاستماع يعني اريدكم ان تركزوا على مساله ركزوا على الاحاديث التي ينسبها الى النبي في فضل جده يحيى بن الحسين يعني هو سرد احاديث كثيره يعني ظاهرها واضح انها موضوعه ومكذوبه لكن هم يسوقون الناس بهذه بهذه النصوص هي مشكلتنا كما قلت دائما هي مع هذه النصوص التي تسوق الناس سوقا الى الهاويه هو يقول ان النبي قد بشر بيحيى بن الحسين قبل مولده ب 300 سنه يحيى بن الحسين صاحب صعده اللي وفد على صعده وهكذا لما عجزوا عن توظيف القران لما عجزوا عن توظيف القران في تاسيس خرافاتهم ومشروعهم العرقي ذهبوا يتسلقون الصوره الواطي في المثل المثل الاسرائيلي بيقول السورة الواطي يشجع على السرقة، السورة الواطي هنا هو الروايات التاريخية، الروايات المنسوبة إلى النبي. أي واحد يشتي شيء ينسب للنبي حاجة. أي واحد يشتي أسس مشروع يسوي أحاديث لاظهر النبي. وبهذه الروايات يسوقون العامة كما يسوقون الأنعام إلى مذابحها. تعالوا نستمع إلى عبد المجيد الحوثي مرة أخرى وهو يتحدث عن نعمة جده. هذه النعمة مفقودة في كثير من شعوب العالم ومن بلدان المسلمين حتى وأصل هذه النعمة وبدايتها علينا أهل اليمن هو بسبب إمام عظيم وقائد حر وكريم بذل نفسه لله وعاش حياته لله ولأجل إنقاذ عباد الله من الضلالة إلى الهدى أخبر به جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يولد بما يقارب ثلاثمائة عام قال عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من هذا الفج وأشار بيده إلى اليمن رجل من ولد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحيي الله به الدين وعندما بشر الإمام القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه بمولود لابنه الحسين وقيل له فقال ما سماه؟ قال سماه يحيى قال هو يحيى صاحب اليمن عرف أنه ذلك الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني طبعا احنا ممكن نقول كلام كثير على هذا الكلام الذي قيل وكيف يمكن ان يشير النبي الى اليمن ويقول من هنا يخرج مع انه يحيى الحسين خرج من المدينه المنوره مش من اليمن يعني. يعني اخيرا قد يقول البعض ان عاصفه الحزم شر في كل الاحوال. هناك يمنيين كثير يعني ليسوا على وفاق مع هذه الحرب او مع تدخل السعوديه. قد يقولون انها تسببت في قتل مواطنين ابرياء وهدم مساكن وهدم بنى تحتيه وحصار تضرر منه عامه الناس ولم يتضرر منه زعماء العصابه الانقلابيه واتباعهم وهذا كله صحيح وهذه طبيعه الحرب وثمرتها. وهذا وحده عندهم يكفي لادانه هذه الحرب لكن احنا بنقول من يتحمل ذلك هو من اشعل الحرب دائما. لكن لهؤلاء ايضا نقول لهم السؤال الذي ينبغي ان يجاب عنه لنفترض ان عاصفه الحزم لم تحدث لنفترض ان السعوديه لم تتدخل لحمايه وجودها من تهديدات ايران التي فتحتها في اليمن على يد الانقلابيين هل كان اليمن سيستقر بوجود عصابه الانقلاب؟ يعني هل كنتم تعتقدون انه اذا لم تتدخل السعوديه لن يكون هناك حرب في اليمن؟ أم أن اليمن كانت على موعد مع حرب أخرى أشد وأنكى بين طرفي الانقلاب أنفسهم من يضمن أن اليمن لم تكن لتدخل في حرب بين طرفي الانقلاب على الأكل وإذا استقر الأمر للحوثيين لو فرضنا لو استقر الأمر للحوثيين بعد ولم تتدخل السعودية هل كانت اليمن ستستقر بوجودهم وهم يهددون الجارة السعودية علنا ما لا يدركه هؤلاء ان مصيبة اليمن ليست في اعلان التحالف العربي الحرب بل في وجود هذه العصابة نفسها هذه العصابة هي عبارة عن غدة غدة حروب نبع للحروب والمشاكل كنا سنستمر فيها الى ابد الدهر وهذا يدعونا للرد على من يطالبون بانهاء هذه الحرب بدون خريطة سلام واضحة هناك من يطالب بالسلام بدون ان يقدم بدون ان يقدم حلول واضحه او على الاقل حلول معقوله يتحدثون عن السلام والمحبه وقبول الاخر وهو كلام جيد لكن هي دعوه في ظاهرها الخير لكن هؤلاء لا يقدمون تصور واضح للحل لانهم لا يضمرون شيئا او بالاصح لانهم يضمرون اشياء لا يجرؤون على التصريح بها دعاة السلام الرمادي هؤلاء لا يمتلكون شجاعة كافية للقول بأنهم يريدوننا أن نذهب إلى دولة محاصصة طائفية على شكلة على شاكلة الدولة اللبنانية. يشتوها لبننا، المهم أن تتوقف الحرب ولو تحولنا مثل لبنان وكأن المحاصصة في لبنان حل وليست مشكلة، هم يعتقدون أن ما أن المحاصصة في لبنان هي شكل من أشكال الحل. بينما اللبنانيون انفسهم والعالم كله يرى أنما ان ان الحاله في لبنان مشكله، المحاصصه في لبنان مشكله تحتاج الى حل. اصحابنا يشتوا حلول تؤجل الحروب تؤجلها فقط. هؤلاء يريدون انهاء حرب قد تستمر ثلاث او اربع سنوات لكي ندخل في وضع هو أسوأ بكثير من الحروب الحاليه. كما يقول النموذج اللبناني إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله